رشا، انت شخصيتك كتير تغيرت. انا لاحظت في اخر اسبوعين 10 ايام انه شخصيتك مش مثل قبل. مالك اشي؟ زعلانة من اشي؟ فيكي اشي؟ ما حد ما سمعت هذا الكلام، وانا صار لي ايام صار لي مش قادرة انام من هاي الكلمة. طب ايش اللي تغير فيي؟ طب معقول بطلت تحبني؟ طب هي ايش قصدها؟ يعني انا صرت سلبية؟ راح تتركني؟ راح ايش في؟ من خلال المقطع الثواني اللي عرضته اول، الشخصية الاولى مجرد انها تسأل سؤال عابر مش قصدة منه، انه انت لاحظت انه في تغيرات طرأت في اخر فترة. لكن رشا اللي هي رشا ما اخذت السؤال بشكل عابر، هي اخذته حساس، هي حساسة زيادة عن اللزوم. راح تبقى ليالي وأيام وساعات وتفكر وتحلل إيش بتقصد من هذا السؤال. فأنا اليوم موضوعنا راح أحكي عن الشخصية الحساسة. هلأ طبيعي كل إنسان بالعالم له شخصية خاصة بتخليه مختلف عن غيره، له علامات بتميزه عن غيره من حيث السلوكيات، من حيث تقبل المواقف. لكن في هناك أفراد دائما شخصيتهم ما بتصب في مصلحتهم، لكن انه مثل هيك شخصيه ما بتصب لا بمصلحتهم الاجتماعيه ولا الفرديه، دائما بيحاولوا انهم يتخلصوا من مثل هيك شخصيه اللي دائما ام لازمتهم. فالسؤال القوي الفرد بيسال نفسه، انا كيف بدي اغير من شخصيتي؟ من طبعا في عدة شخصيات، منها الشخصيات اللي احنا عم نكتسبها، في منها الشخصية القوية، المتسلطة، الخجولة، المتمردة، في رومانسية، العاطفية والنرجسية وغيرها من الشخصيات. لكن أكثر الشخصيات شيوعا هي الشخصية الحساسة. طبعا دائما من تشرة عند الإناث أكثر من الذكور، وطبعا هاي الشخصية لها كتير سمات، لكن بنفس الوقت لها سلبيات كتير. فقبل ما أذكر سلبيات وإيجابيات هاي الشخصية وكيف بدي أغير هاي الشخصية، إيش بقصد بالشخصية الحساسة؟ إيش بنقصد بالشخصية الحساسة؟ الشخصية الحساسة هي عبارة عن كتلة من المشاعر المبالغ فيها، سواء كانت باتجاه شخص أو باتجاه حدث معين. لكن أصحاب هاي الشخصية سريعي الغضب، أكثر عرضة للاكتئاب، أكثر عرضة للحزن بسبب سوء الظن باتجاه الآخرين، محاولة فهم تصرفاتهم وأفعالهم بشكل خاطئ، والأسوأ بشكل مبالغ فيه هو الأمر اللي بصعب إنهم يتواصلوا مع الآخرين بسبب انفعالاتهم الزائدة باتجاه المواضيع وفهمهم الخاطئ لتصرفات وأفعال الآخرين. لكن بالمقابل هاي الشخصية عبارة عن كتلة من الرئة، الأحاسيس الجياشة المرهفة، وبتميل للعاطفة بشكل كتير كبير، وأيضا محببة للآخرين، لكن إذا زاد عن حده انعكس ضده. بمفهوم العلم النفس بتسمى الشخصية العقلانية، لأنها بتتلقى المعلومات بعد مرورها عبر الحواس الخمسة. طبعا الشخصية الحساسة لها مميزات خاصة بتميزها عن غيرها، عن كتير من الشخصيات اللي أنا ذكرتها قبل. هاي الشخصية بتفكر بعمق، بتركز بالتفاصيل، بيحتاج لوقت كتير كبير حتى يتخذ القرار المناسبة، بتأثر بالقرارات السلبية، صعب إنه يتقبل النقد، إلا إنه بتسم بقدرة كتير كبيرة على العمل ضمن فريق، بتخذ معظم قراراته على أساس عواطفه حواسه، وبيعطي أهمية كتير كبيرة للحاجات الإنسانية وبشعر بالآخرين. فترى دائما هو بتأثر بمشاعر الآخرين دائما، أغلب الوقت أو بالأغلب دائما إنه بيقدم مصلحة الآخرين على مصلحته، والحساس بكون حريص دائما إنه يحافظ على علاقاته الاجتماعية. ما في شك إنه الشخصية الحساسة عندها إيجابيات كتير كبيرة، من أهمها إنه الشخصية الحساسة هو شخص واقعي بيهتم بأدق التفاصيل، موضوعي بتمتع بالموضوعية والحيادية في مواقف
معينة بالحياة، بيهتم كتير بتجارب الماضي وبتعلم منها حتى ما يكرر أخطاء. الشخص الحساس بيستمتع بالوقت الحاضر، يعني ما بيهمه الماضي ولا بيهمه المستقبل كتير كبير. هو شخص بحب الصداء الأمانة، بيهتم بمشاعر الآخرين، بقدر معاناتهم، لذا هو بيعد أحيانا مستشار جيد لمن حوله. أيضا بيمتلك الشخصية الحساسة طاقة إبداعية بالفنون والأدب، فذلك إحنا بنلاحظ إنه أكثر الشعراء والأدباء هم من نوع الشخصية الحساسة. أيضا الشخصية الحساسة شخص صاحب أذن موسيقية وذوق عالي كتير كبير باللبس وبالأكل. ذكرت إيجابيات الشخصية الحساسة، لكن بنفس الوقت ما نغفل سلبيات هاي الشخصية. من أهم سلبياتها إنه كتير بتأثر بآراء الآخرين، بما بمولد انطوائية وعزلة، الاستجابة للمحفزات الخارجية بشكل كتير مبالغ فيه، مما بولد شخصية عصبية، بتوتر من الموسيقى، بتوتر من الضجة والناس المتجمعين بشكل كتير كبير. دائما الشخصية الحساسية بشعر بالذنب، مما هو بكون أغلب الوقت مش مرتاح، ما بينام عدة أيام يمكن بسبب هذا الشعور المزعج. قد يقع الشخص بالوهم المرضي، بيكون فريسة لمخاوف غير منطقية بسبب أعراض وأسباب تافهة. يفسر الشخصية الحساسية أقوال وأفعال الآخرين بطريقة خاطئة أو مبالغ فيها، بنفعل بسرعة، قد ما بيعجبه رأي الآخرين وبتأثر بسرعة ولا يستطيع التحمل. من ضمن السلبيات قد يقع الشخصية الحساسية كثير بأنه هو ضحية، مما يجعله أنه هو يشفق على نفسه ويرثي لذاته، يعني بيصبر نفسه. ما بحب الشخصية الحساسة أنه يبين ضعفه أو أنه حدا يشفق عليه، وما بطلب المساعدة من أي حدا. بتأثر الشخص الحساس بسرعة لأي موقف مهما كانت درجة الأمر، الذي يجعله كثير البكاء والحزن، وبصل لمرحلة الاكتئاب. نرجع للسؤال اللي طرحته في بداية الفيديو، انه هلا انا كيف بدي اغير من شخصيتي الحساسة. بما انه الشخصية الحساسة لها كتير سلبيات، فعلى صاحبها انه يتخلص منها، واذا ما قدر انه يتخلص منها على الاقل انه يحط الحد من هاي السلبيات. فانا راح اعطيكم مجموعة من النصائح لتساعدكم بالتخلص او التخفيف من حدية هاي السلبيات. على الشخص الحساس انه يتجنب للاندفاع ورا عواطفه، انه يفكر فقط في الكلام المعاني الواضحة اللي امامه، ويوقف عن التفكير في المعاني الباطنية المخفية في الكلام، لانه قد تكون هي مزعجة مخيب الامال، قد ما تكون حقيقية، لانه من كتر التفكير فيها أصبح إنه يتخيل له أشياء مش موجودة أصلاً. إنه يحاول التوقف عن تفضيل الآخرين على نفسه، وتقديم مصلحته على مصلحته الشخصية، يعني يهتم بنفسه أولاً. كمان من النصائح المهمة، حاولوا إنكم ما تركزوا بالتفاصيل والأفكار، يعني الديتيلز المزعجة اللي ما إلها لازمة. حاول إنك أيضاً إنك تتخذ قرارك عن طريق الحكمة والاتزان، يعني ما تبالغ بردة فعل كتير كبيرة ايضا ملهاش لازمه. ايضا حاول، مش خطأ ايضا انك تطلب المشوره والنصيحه من الاخرين اللي انت واثق منهم. حاول ايضا انك تحسن الظن بالناس، مش دائما عندك سوء الظن بالاخرين، انه هدول ابصر ايش بفكر، ايش بحلل، ايش بيقصد. ايضا حاول انك تندمج مع الاخرين، شوف طريقه مناسبه كيف تدخل فيهم، كيف تحبب الناس فيك من غير الحساسيه الزايده. الشخص الحساس في نقطه مهمه كتير، على انه يثق بنفسه ويعزز ثقته بنفسه. ايضا يحاول انه يتعلم انه يعذر اذا اخطا للاخرين، لكن اذا هو تعرض للخطأ أو حدا أخطأ بحقه، على إنه يواجهه ويستفسر عن إيش اللي صار بيناتهم، وعلى أيضا نفس الوقت إنه يسامح الناس على أخطائهم. وبنهاية موضوعنا حابة أحكي لكم إن الشخصية الحساسة ما بتعتبر هي عيب أو هي وهم أو هي هم كتير كبير على نفسه، لكن أصحاب هاي الشخصية بيمتلكوا قلوب رقيقة، أرواح شفافة، صادقين مع أنفسهم ومع غيرهم، لكن هم ما بيقدروا إنهم يسيطروا على أحاسيسهم، ما بيقدروا يسيطروا على عواطفهم، لكن هم بحاجة لمن يفهمهم، بحاجة إنه مين حدا يتقبل حساسيتهم ونمنحهم من الحب والإهتمام.